ولتسليط الضوء على الانتخابات المقبلة في العراق، معنا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة الناشط السياسي سامر الساعدي. أهلا بك معنا سيد سامر. مساء الخير عليكم وعلى قناتكم المواقع المحترمة. مساء الأنوار سيد سامر. بداية، يعني رويترز قالت إن العراق سيجري انتخابات وهو يعاني من نظام يعتمد على الطائفية، إذن هل سنكون أمام نظام محصصة بنسخة سادسة برأيك؟ نعم، يعني حقيقة نحن يعني ليس ضد العملية الديمقراطية التي من اتجاه انتاجاتها العملية الانتخابية، لكن نحن ضد الأشخاص والأحزاب الماسكين والمنفذين لتلك العملية الذين هم اعترفوا بأنفسهم بأنهم فشلوا في إدارة الدولة وفشلوا في تقديم كل القطاعات والخدمات للمواطن العراقي وفشلوا في إدارة السلطات والحكومات السابقة والحالية. فلذلك كيف لعملية انتخابية يقودها نفس الفاشلين، نفس الشخوص، نفس الأحزاب، وكذلك بنيت على عملية سياسية بنيت على قضية طائفية ومحاصصة. حتى مفوضية الانتخابات كانت ولا تزال مفوضية مقسمة حسب الطوائف والمحاصصة، والوزارات لحد الآن ولا زالت هي وزارات متغانم عليها من قبل الأحزاب. إذن عملية انتخابية هي ليست الحل الأمثل للشعب، وإنما الحل الأمثل لبقاء الأحزاب. نعم نعم. أيضا يعني موقع المونيتور قال إن القوة المتنامية للميليشيات المسلحة تقلق العراقيين قبيل الانتخابات. السؤال هنا، هل يمكن إجراء انتخابات نزيهة في أجواء كتلك التي يعيشها العراق اليوم؟ نعم، لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة تحت ظل الأجهزة والأحزاب المسلحة التي هي تمتلك سلاح وهي نفسها داخلة في العملية السياسية التي هي بالسلاح تحيد النتائج لما تراه مناسب إليها حسب المقاعد. والمال السياسي المتحكم كذلك الذي يمتلكه الأحزاب السياسية هو كذلك متحكم بالنتائج. السلاح إذن هو يهدد العملية الديمقراطية ويهدد أصوات الناخبين من خلال أنه أنت لو تنتخب هذه الحزب أو هذه التيار أو هذه الكتلة وإلا أنت خارج نطاق الدولة العراقية. وبالشيء يذكر، يعني صراحة المرجعية كانت تدعم كل هذه الأحزاب، والآن الدعم الآن في هذا الوقت الحرج والعراق المرحلة التطويرية كان بالأجدر من المرجعية أن تقول أنه يحرم انتخاب كل الأحزاب الفاسدة اللي كانت ماسكة زمام الأمور في الحكومات السابقة وهذه الحكومة. الآن نشاهد أن المرجعية تعطي الضوء الأخضر لبقاء الأحزاب الفاسدة والمتسلطة والقاتلة على رقاب الشعب العراقي. حقيقة هذا الشعب العراقي الآن هو أصبح كالأيتام في ملجأ للتفارات، لا ناصر ولا معين إلا الله. نعم نعم. أيضا الدعوات للمشاركة بالانتخابات، يعني هل ستجد بين العراقيين أصداء بعد، خاصة بعد أن جرب العراقيون كما تعلم الانتخابات في ظل العملية السياسية الحالية لخمس مرات سابقة؟ نعم، يعني حقيقة العراقيين أصبحت لديهم عدم ثقة وعدم مصداقية بالعملية السياسية برمتها سيدي الكريم. أصبحت لديهم عدم ثقة وعدم مصداقية بالدولة، بالحكومة، بمؤسساتها، بالأحزاب الموجودة اللي ماسكة الأمور، بالأحزاب المتسلطة بالسلاح، بالمال السياسي. هذه المصداقية والثقة انعدمت، تقطعت الجسور، تقطعت نهائيا بين المواطن، بين الشعب وبين كل هذه الحكومات، إلا القلة القليلة المستفادة من تلك الأموال المنهوبة والمسروقة ومن تلك المناصب التي يحددها الأحزاب حسب الطائفية وحسب الاستفادة من تلك المناصب لخدماتهم الشخصية وليس للخدمة العامة، المصلحة الوطنية. نعم نعم. إذن الناشط السياسي سامر الساعدي كنت ضيفنا عبر الهاتف من العاصمة التركية أنقرة، شكرا جزيلا لك.